تبع البقر. نعم. وإياكم لحوم فإن لحوم هذا. أي نعم. طيب نحن نأكل لحوم يعني. أنا بقول لك أنت إذا تأكل لحم البقر بقول لك هي العافية، لأنه أهل الرسول وأهله أكلوا لحم البقر وضحى الرسول عن أهله في حجة الوداع بالبقر. لكن أنصحك بأن لا تكثر منه، لأن هذا الإكثار هو مراد الحديث. واضح؟ نعم. أكثر من اللحم. أيوة، من لحم البقر خاصة هو المقصود بالحديث. واضح؟ نعم واضح. طيب.